أهلا بكم من جديد. اختتمت في الدوحة مفاوضات الجولة الخامسة بين المسؤولين الأمريكيين وحركة طالبان، وقد أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أنه تم خلال هذه الجولة من المفاوضات نقاش مفصل وشامل حول خروج القوات الأجنبية من أفغانستان. أما المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد فكتب على حسابه في تويتر أن شروط السلام قد تحسنت وأنه تم اتخاذ خطوات كبيرة في هذا الشأن. وللمزيد ينضم إلينا من الدوحة مراسلنا سلمان النجار. سلمان أهلا بك، هل هناك أي معلومات طبعا إضافية عن اليوم الختامي والملفات من محادثات السلام والمفاوضات بين حركة طالبان وبين الولايات المتحدة، وهل تم ترجمته إلى أو على الورق؟ نعم أحمد، اختتمت يوم أمس الجولة الأطول من المفاوضات بين حركة طالبان والأمريكيين بوساطة قطرية في الدوحة، 16 يوما من التفاوض الذي وصف بأنه تفاوض ماراثوني، اختتم بتقدم وتقدم كبير أجمعت عليه كل الأطراف، إن كان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، إن كان المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، وإن كان حتى الجانب القطري الذي صدر بيانا في وقت متأخر من يوم أمس أكد فيه على النقاط الآتية: أن حركة طالبان والأمريكيين اتفقوا في مسودة على نقطتين خلافيتين كبيرتين. النقطة التي تطلبها حركة طالبان وهي الانسحاب الأمريكي وآليات الانسحاب الأمريكي والأجنبي من أفغانستان، وأيضا ما يطلبه الأمريكيون من حركة طالبان حيث تعهدت بضمانات واضحة بأنها لن تستغل الأراضي الأفغانية لأي جماعات إرهابية ولن تشن هجومات ضد القوات الأجنبية والأمريكية أو أي دولة مجاورة أخرى. هاتان النقطتان تم الاتفاق الإطاري عليهما، لكن بحسب كل المصادر فإن الاتفاق سيمضي يعني دفعة واحدة أو حقيبة واحدة، بمعنى أن ثمة نقطتين أخريتين سيتم مناقشتهما في الجولة المقبلة السادسة من المفاوضات والتي تعقد نهاية هذا الشهر شهر مارس الجاري. النقطتين التاليتين ستكونان الحوار الأفغاني، حيث تصر واشنطن على إشراك الحكومة الأفغانية وباقي الفصائل والأحزاب السياسية الأفغانية في حوار مشترك للوصول إلى تسوية سياسية تكون فيها طالبان جزءا من المشهد الأفغاني وفق الترتيبات التي تمت خلال السنوات الماضية والحياة السياسية الموجودة. النقطة الأخرى والتي ستفضي إليها مفاوضات ربما الجولة المقبلة هي موضوع وقف شامل لإطلاق النار لتبدأ حياة جديدة في أفغانستان لم يعهدها الأفغان منذ 18 عاما منذ الإطاحة بحكم حركة طالبان، وتبادل الهجمات بين مختلف الأطراف التي كلفت الأفغانيين الكثير من الدماء. الحقيقة كل المراقبين يشيدون بقدرة أيضا الدوحة على تقريب وجهات النظر، خصوصا أن الجولة التي اختتمت يوم أمس في بدايتها كان ثمة تباعد في وجهات النظر، واستطاع بحسب بعض المراقبين والمطلعين على هذه الجولة المفاوضات استطاع الوسيط القطري تقريب وجهات النظر والوصول إلى هذا الإنجاز الذي وصفته كل الأطراف بأنه إنجاز كبير. نعم أحمد، من الدوحة مراسلنا سلمان النجار، شكرا جزيلا.